قال اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندا متوسط ميدان فريق غلطة سراي التركي: إن عناصر المنتخب الوطني المغربي عازمون على تحقيق مشاركة مشرفة خلال نهائيات كأس العالم في روسيا صيف السنة المقبلة، بعد تحقيقهم التأهل إلى الحدث العالمي عقب انتصار أمام منتخب كوت ديفوار السبت الماضي لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات. بلهندة الذي حل ضيفا على أحد البرامج الإذاعية الفرنسية عبر الهاتف قال إن هدف الأسود خلال المونديال المقبل هو الظهور الجيد وليس السياحة، مردفا: تتوفر تركيبتنا البشرية على لاعبين مهاريين بمؤهلات تقنية عالية من شأنهم أن يبرزوها خلال نهائيات كأس العالم المقبلة.